السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم ومن خلال فقرات البرنامج سنسلط الضوء على لعبة كرة الطائرة التي ربما افتقرت إلى الإعلام كثيرا، رغم أنها تمتلك أهمية خاصة ولها جمهور كبير في كل أنحاء العالم. إذن سنكون من خلال تغطيتنا مع مسابقة الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة بتجمعه الثاني الذي انطلقت منافساته في مدينة أربيل للفترة من الخامس ولغاية الرابع عشر من شهر آذار الحالي. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونبدأ فقراتنا مع المحور الرئيس الذي يتجسد بمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث تتنافس ثمانية أندية تتمثل بالبحر والبيشمركة وغاز الجنوب والشرطة وأربيل والصناعة والجيش والحبانية، لتتأهل خمسة أندية إلى التجمع الأخير الذي سيقام في العاصمة بغداد في وقت لاحق. مشاهدينا الكرام، وقد أسفرت منافسات التجمع الأول لدور الثمانية التي أقيمت في مدينة السليمانية عن صدارة البحر ووصافة البيشمركة، فيما حل فريق الجيش ثالثا. وعند التجمع الثاني الذي افتتحت منافساته السبت الماضي في مدينة أربيل، فقد أسفرت مباريات الجولة الأولى عن فوز البحر على الصناعة بثلاثة أشواط نظيفة، فيما حقق فريق الشرطة فوزا صعبا على أربيل بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في الوقت الذي اعتبر فيه نادي الحبانية خاسرا أمام فريق غاز الجنوب بثلاثة أشواط نظيفة لعدم حضوره بالوقت المحدد. واختتم فريق الجيش مباريات اليوم الأول بفوز مهم على البيشمركة بثلاثة أشواط مقابل شوط. أما نتائج اليوم الثاني فقد أسفرت عن فوز الصناعة على أربيل بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة تمكن فريق غاز الجنوب من الفوز على الشرطة ليحقق البيشمركة الفوز على الحبانية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في حين اختتم الجيش مباريات اليوم الثاني بفوز صعب على البحر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. تجد الآن في محافظة أربيل المرحلة الثانية من دورة القطر للدرجة الممتازة متكونة ثمان أندية. إن شاء الله بعد انتهاء الدوري ترشح خمس أندية لدور النهائي وانتهاء الدوري. مستوى الفرق جيد جدا، وخاصة اللاعبين الشباب الذين مثلوا المنتخبات الوطنية. منتخب الشباب والناشئين حصل على المراكز الثالث في بطولة عربية. ينظر الاتحاد لاختيار لاعبين في فئة الشباب لتكوين المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. مستوى التنظيم في أربيل جيد جدا، متكون من قاعتين والمباريات لعبتين في القاعة الأولى ولعبتين في القاعة الثانية. إن شاء الله ننظر إلى مستوى أفضل وإنجاز أعلى. مشاهدينا، ومن خلال ما أسفرت عنه نتائج المباريات في أيامها الأولى، يبدو أن المنافسة ساخنة ما بين أندية البحر الذي يبدو أنه أعد العدة هذه المرة لنراه دائما منافسا شرسا، فضلا عن فريق البيشمركة حامل اللقب، ولو يعني أنه لم يظهر بالصورة المعروفة عنه. طبعا لدينا أيضا مشاهدينا الكرام فريق الشرطة والجيش وغاز الجنوب من الفرق التي تسعى للمنافسة، فيما تبدو يعني حظوظ الحبانية والصناعة وأربيل الأقل من خلال نتائجها السلبية، بينما تشتد المنافسة بكل ضراوة بين بقية الفرق التي
تجد في نفسها القدرة على بلوغ الدور النهائي. ولا ننسى يعني بصراحة التنظيم الجيد لمباريات البطولة التي ضيفتها قاعتي نادي أكاد وكلية التربية الرياضية في أربيل، والتي شهدت تنظيما بأسلوب يعني حضاري من دون أي عراقيل تذكر حتى الآن. مشاهدينا، نتابع وإياكم انطباعات أهل اللعبة عن منافسات هذا التجمع، لا سيما المباراة المهمة بين الجيش والبحري التي انتهت لصالح الأول. نتابع ولنا عودة. نادي الجيش الرياضي هذا الموسم الثاني إليه في الدور العراقي الممتاز لكرة الطائرة. تدرون مثل ما تدرون نادي الجيش الرياضي كان بعيد عن الدور الممتاز لكرة الطائرة لمدة 10 سنوات. الموسم السابق شاركنا والحمد لله حصلنا على المركز الخامس. هاي السنة إن شاء الله عازمين على المراكز الثلاثة الأولى إن شاء الله بجهود لاعبينا وكادرنا التدريبي. هذا الموسم كان نظام الدوري نظام مجموعات، مجموعتين تأهيلية، المجموعة الأولى قامت بالبصرة والمرحلة الثانية في محافظة أربيل. الصدر كانت على نظام مجموعتين، مجموعة شمالية وجنوبية. احنا على المجموعة الجنوبية تتأهل من كل مجموعة أربع فرق، تأهلنا أربع فرق نلعب دور الثمانية، كملنا المرحلة الثالثة والحمد لله حصلنا على المراكز الخمسة الأولى. من هاي المرحلتين راح تتأهل خمس فرق تلعب النهائيات إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا من هذه الفرق الخمسة المتأهلة إلى النهائيات. نادي الجيش قدم مستوى جيد، لاعبونا قدموا كذلك مستوى جيد، لكن هناك كثير من الأخطاء اللي رافقت الأشواط اللي تم حصولها من قبل نادي الجيش. إصابة الكابتن أصيل أثرت نوعا ما على معنويات اللاعبين. إن شاء الله إحنا في بداية المشوار، في بداية التجمع الأول، وإن شاء الله راح نقدم مستوى أفضل وإن شاء الله نحافظ على صدارة الدوري بحصول على المركز الأول إن شاء الله. مشاهدينا، للحديث بقية عن هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. جديد في الشوط الأول، الصناعة تتقدم على البيش مركز 18-16، والآن الهجوم الصناعة حلوة من أبو حديدة. مشاهدينا، بحسب المنظومة الإدارية للكرة الطائرة هو تنظيم رائع لمباريات ساخنة تلائمت حرارتها مع حجم الحدث الذي اجتمعت من أجله ثمانية فرق للظفر بلقب الدوري الممتاز لكرة الطائرة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي، نتابع ولنا عودة. ثماني فرق تتنافس بقوة من أجل ارتقاء خمس منها لسلم المجد الذي تتسلقه بتأني في الدور النهائي، لينبري أحدها بكل حرفنة ويعتلي منصات التتويج معلنا نفسه بطلا للدور الممتاز في الموسم الحالي، فيما أفصحت البعض من تلك الأندية الثمان عن قدرتها وكفاءتها لقول كلمة الفصل في أغلب المباريات بتحقيقها فوزا مبهرا وعن جدارة متواصلة من جولة إلى أخرى بذات الوتيرة. تنظيم رائع يحسب للمنظومة الإدارية للكرة الطائرة لمباريات ساخنة تلائمت حرارتها مع حجم الحدث الذي اجتمعت من أجله ثماني أندية تمثل صفوة طائرة العراق، لتبقى المنافسة الشريفة هي من ستفصح نهاية المطاف عن هوية صاحب القدح المعلى الذي ستكون له اليد الطولى في بلوغ الدور النهائي للمنافسة على اللقب. يوم بعد يوم تزداد رح المنازلة وترتفع وتيرة أداء اللاعبين الذين يعربون عما يعتريهم من أمل في الوصول إلى المبتغى الذي يتجلى ببلوغ النهائيات، وكذلك الإفصاح عن هويتهم الحقيقية التي هي من تقودهم إلى ارتداء فانيلة الوطن في الاستحقاقات الدولية، خصوصا أن طائرتنا لا زالت بعيدة عن الإنجاز الدولي وإعادة مجدها وزهوها السابق. إذن من خلال التقرير توضح لنا جليا أن جميع الفرق الثمانية التي تتنافس فيما بينها
هي حاضرة بقوة وبكل شراسة، وقد أفصحت نتائج تلك المباريات عن مفاجآت مهمة بخسارة حامل اللقب البيشمركة في مستهل مشواره أمام الجيش الطامح هو الآخر للمنافسة على اللقب، في الوقت الذي خسر فيه فريق أربيل صاحب الضيافة في أول جولتين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر ديسكايب من أربيل لاعب منتخبنا الوطني وقائد فريق البيشمركة الكابتن حسين نمير للحديث أكثر عن هذه البطولة. أهلا وسهلا بك كابتن حسين، سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. أهلا وسهلا بك كابتن، أشرف بك وأشرف برنامجكم وأشرف بجميع المشاهدين في هذا البرنامج الجميل. طمني عنك، وضعك إن شاء الله مرتاح؟ والله الحمد لله كلها بخير وتمام. كابتن حسين، يعني لا يمكن أن أبدأ بالدوري بصراحة قبل أن أتوقف مع التاريخ المشرف والمتمثل باللاعب الدولي السابق نمير شامل رحمه الله، طبعا وهو والدك الذي الذي مثل المنتخب الوطني وأندية الجيش والصناعة والرشيد، وحصل على لقب أفضل لاعب آسيوي وأفضل لاعب عربي، بالتأكيد احترف في الريان القطري. ماذا يعني لك هذا الاسم الكبير على الصعيدين العائلي والرياضي؟ والله أول شيء يعني أنا حبيت كرة الطائرة يعني من خلال أبويا وعمامي وأخي الكبير، وكنت أنا صغير يعني أتمنى أوصل للي وصله، والحمد لله وشكر قدرت أحقق شيء بسيط من اللي وصل والدي وصل عمومتي، جواز فردية وجواز مع المنتخب، حققنا بطولة ثالث في البطولة العربية في مصر، وقدرت أخذ بها أفضل لاعب في البطولة الحمد لله وشكر، وفي بطولة التحدي الآسيوي نفس الشيء الحمد لله وشكر قدرت أحقق أفضل لاعب في البطولة التحدي الآسيوي، يعني قدرت أسوي شيء بسيط من اللي سواه وقدمه للمنتخب الوطني وقدمه للعراق، وإن شاء الله القادم أفضل في البطولات القادمة والمباريات مع الأندية ومع المنتخب في البطولات العربية والآسيوية إن شاء الله. يعني دخولك اللعبة يعني هو من باب الوفاء جزء، وأيضا يعني حضرتك همين فعلا حبيت اللعبة من يعني من خلال العائلة. أكيد 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 هذا الشيء، يعني أنا كنت صغير دائما أروح وياهم للملعب أباوع اللعبات الكرة الطائرة، فحبيتها من أنا وصغير، يعني حبيت اللعبة وصار عندي طموح بأن أوصل للي وصلوه يعني بالمنتخب واللي قدموه بالأندية واللي قدموه بالبطولات الخارجية وقدموه للعراق، وإن شاء الله قادر على أن أقدم الأفضل والأفضل للمنتخبات وأمشي على مسيرتهم إن شاء الله. كابتن حسين، معذرة أعرف هو سؤال محرج، ولكن مع نفسك أحيانا كل واحد لاعب عنده أفكار الخاصة وأيضا يعرف مستوى الخاص، هل تعتقد بأنك وصلت لمستوى الوالد؟ بيني وبينك مشكل. والله يعني كجوائز فردية اللي حصلها والدي أعتقد يعني خارج العراق في البطولات هو محقق الكثير، أنا حققت اثنين من عذهن، يعني في البطولة العربية للمنتخبات 2016 في مصر وبطولة التحدي الآسيوي وبطولة الآسيوية حققت أفضل لاعب في آسيا وحققت أفضل لاعب في العرب في البطولة العربية، بس ما أعتقد بعدني ما واصل اللي وصله هو بالإنجازات، يعني أنا بعد قدامي العمر هذا الله طانا الصحة والعافية وأقدر إن شاء الله بأن أوصل للي وصله بالتأكيد على هذا الشيء اللي يبدي مثل بداياتك إن شاء الله، يعني إحنا نطمح وندعي لك بأن توصل لمستوى الوالد. كابتن حسين، يعني دعنا ندخل إلى أجواء الدوري، كيف تصف لنا أولا تنظيم البطولة من خلال أيامها الأولى يعني من جميع النواحي؟ أول شيء يعني رغم جائحة كورونا اللي عمت على العالم أجمع وعلى الرياضة أجمع، قدر الاتحاد العراقي بأن يمشي الدوري ومشاه بشكل نقول نوعا ما جيد بسبب الظروف والجائحة جائحة كورونا. بداية التنظيم جيد إلى حد الآن، من تحكيم من إدارة مباريات من جدول مباريات، يعني أشوف تنظيم جيد.
بالنسبة إلى ناديكم البيشمركة الذي يعني يعد حامل اللقب بكل جدارة طبعا واستحقاق، لكن اليوم بصراحة لم نراه يعني بكاريزما البطل كونه يعني خسر أولى مبارياته أمام الجيش، بماذا تبرر الخسارة الأولى؟ والله الجيش قدم مستوى جيد، احنا أول شوط لعبنا مع الجيش بمستوى جيد جدا بتكتيك من المدرب طبقناه كله بالملعب، فزنا الشوط الأول، بس الجيش قدر يغير بتكتيك لعبه بتغيير تشكيلة اللاعبين، توفق في المباراة، قدم أداء جيد، استاهلوا الفوز، أقول لهم مبروك والنهار لك، نقدر نعوض بالمباراة القادمة، والحد الآن إحنا في الترتيب متناصفين إحنا والبحري في الأول والثاني، إن شاء الله نقدر نحقق نتائج طيبة ونعكس صورة جيدة أمام الجماهير البيشمركة وأمام المحبين البيشمركة، وإحنا كلاعبين نعكس صورة جيدة إن شاء الله هذا الموسم. كابتن حسين، يعني مثل ما تحدثنا بأنكم يعني بدأتم بفوز على الحبانية وخسارة أمام الجيش في الجولتين الأولى، يعني كيف ترى حظوظكم في بادء الأمر، وإلى يعني سؤالي المهم إلى أي مدى يصل طموح البيشمركة؟ أول شيء أكيد يعني إحنا طموحنا كلاعبين وككادر فني وكنادي طموحنا الحفاظ على لقب الدوري، للمباريات القادمة مباريات مهمة، مباريات جميع الفرق على مستوى عالي، يمتلكون لاعبين منتخب وطني، يمتلكون عناصر جيدة، شباب جيدين، بس احنا نطمح بان نحقق لقب الدوري ونحافظ عليه المرة الثانية تواليا ان شاء الله. كابتن حسين ابقى معنا. نعم. سنقف. نعم. عند بعض الانطباعات التي يعني اعربت عن هذا التجمع، نتابع ولنا عودة. التجمع الثاني دوري أندية العراق الدوري الممتاز يقيم في محافظة أربيل، يضم 8 أندية هي أندية غازي الجنوب والبحري والشرطة والصناعة والجيش والحبانية والبيشمركة والمستضيف نادي أربيل. التجمع حقيقة يشهد مباريات عالية المستوى ومباريات ترتقي إلى المستوى العربي والآسيوي. الحقيقة التحكيم في هذه التجمع لحد الآن مضى 4 أيام على البطولة، التحكيم من جيد إلى جيد جدا. يقيم الاتحاد العراقي ورشة عمل قبل بداية التجمع يضم المدربين ورؤساء الفرق مع الحكام للاطلاع على آخر مستجدات التحكيم. استعداداتنا للدوري استعدادات جيدة، دخلنا في الفترة السابقة في معسكر تدريبي على أشكال وحدتين تدريبية في بغداد، وتمكن الكادر التدريبي من معالجة الأخطاء الموجودة سابقا، والحمد لله أشكر دخلنا للمرحلة الثانية من النهائيات بقوة، مباراتين مهمة تمكننا من الفوز بها البيشمركة وكذلك البحري، وإن شاء الله قادرين على تحقيق اللقب. أهلا بك من جديد كابتن حسين. 8 فرق تتنافس لخطف بطاقة التأهل، كيف ترى الأفضل والأجدر بأن يكون قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب؟ والله الأقرب للدوري أكيد يعني أنا أقول فريقنا نادي البيشمركة، والمنافس الأقوى للبيشمركة أنا بنظري فريق نادي غازي الجنوب، صح كانت عنده خسارة 3 خسائر في المرحلة الأولى، بس فريق يقدر يعيد وضعه وقدر يعيد وضعه بالمباراة في المرحلة الثانية، وعنده لاعبين جيدين، مدرب جيد، إحصائي المنتخب الإيراني، أتوقع المنافس على اللقب الدوري هذا الموسم البيشمركة وغازي الجنوب. طيب برؤية فنية بعد فوز الجيش على البحري، يعني تعرف هي مباراة مهمة كانت، كيف ترى خارطة طريق التجمع باعتقادك، هل سيبقى الجيش الفريق الذي لا يقهر بعد فوزه يعني حتى عليكم وعلى البحري الوصيف؟ لا أتوقع يعني نادي الجيش يمتلك لاعبين جيدين، مدرب جيد، بس أتوقع أن هذا الجيش راح ينصدم الفريق، أعتقد أمام غاز الجنوب، أمام الشرطة، أعتقد يواجه خسارة يعني في التجمع هذا وخسارتين.
ممتاز جدا. يعني أعتقد الوقت المتبقي سيجعلنا يعني ندخل بأسئلة سريعة نوعا ما، يعني نرغب بإجابات أيضا سريعة. بحسب رأيك، هل أفرزت البطولة لاعبين جدد لصفوف المنتخب الوطني؟ نعم، أفرزت لاعبين جدد. زين، اللاعب عباس رياض لاعب نادي بيشمركة، ولاعبين نادي البحري يعني جيدين. يعني عندنا أمل بولادة لاعبين جدد للمنتخب؟ عندنا أمل لاعبين جدد، بس مو بجميع المراكز، أكو نقص مراكز معينة، وأكو لاعبين جيدين في مراكز يعني باختصاص مراكزهم الخاصة، بس عندنا نقص في باقي المراكز يعني. طيب ممتاز. باعتقادك من اللاعب الذي ظلم ولم يشمل بدعوة تمثيل المنتخب؟ أعتقد في السنوات السابقة الظلم في أسامة منيف لاعب نادي البيشمركة في السنوات السابقة، بس هو مثلا المنتخب في 2018، بس هو كان يستاهل قبل 2018 يمثل المنتخب. ممتاز. ولا هذا السؤال يعني لربما هو محرج، كيف ترى الجانب التحكيمي للبطولة؟ هل هنالك يعني إخفاقات أو ثغرات قانونية أدت إلى ظلم فريق ما؟ يعني ما أجمع جميع الحكام، أكو بعض الحكام يعني مع احترامي وجل احترامي لهم عندهم أخطاء يعني وغيرت نتائج مباريات، فأكو يعني أكو ظلم تقريبا الفرق، وأكو مساعدة فرق أخرى، بس يعني أكيد مو بتعمد، لأن الحكم همات يعني لا يوجد فار يعني مثل الدوريات الأخرى، دورات تحكيمية قليلة، فأكيد تولد أخطاء للحكام. طيب يعني هم يساعدوهم هاي المرحلة حتى بس على ما يجي الفار. كل الدوريات بدأت يعني تطبق هذا الموضوع، بس يعني الحد صحيح صحيح. إيه، احنا على اساس كان اكو حديث بان هذا الموسم يطبق في قاعة نادي البيشمركة بسليمانية، بس صار اختلاف اعتقد على تعرف يعني الازمة المالية بالعراق ومن الاتحاد وبعض الاندية. يعني صار على شيء مبلغ بسيط من وما خلوا الفار. طيب كابتن حسين، البيشمركة يعني لم يعرف بلعبة كرة القدم، بحيث أنه يعني لا يزال أعتقد يلعب بالدوري التأهيلي، لكنه في الوقت نفسه في كرة الطائرة يعد الأقوى، لمن تعزو السبب؟ والله هي أول شيء يعني اللعبة الأولى بسليمانية وبنادي البيشمركة كرة الطائرة، يعني تأسس النادي بـ 2001 2003 اعتقد سووا الفريق، فعرفت من ناحيه الجمهور محبين للعبه بسليمانية لها جمهورها، الاداره شافت اكو نتائج طيبه من طريق كره الطائره، فتمسكت بالطائره عن باقي الالعاب، يعني عكس باقي الانديه تمسكت بكره الطائره عن باقي الالعاب. هو هذا شيء يسعدنا، لان تعرف انت كل الانديه متمسكه بقوه في كره القدم والفعاليات الاخرى. يعني احنا اليوم نتكلم على كرة الطائرة لا تقل أهمية من كرة السلة، وطبعا كرة القدم تعرف انت هي اللعبة الأولى، ولكن كرة الطائرة والسلة لها جمهورها وإلى متابعيها، لكن هي مظلومة في أنديتنا للأمانة. فالحمد لله الحمد لله اليوم نشهد هاي الحالة الإيجابية. أي أكيد حالة إيجابية. طيب من تتوقع من خلال نظرتك ومباريات اللي خضتوها بأن يكون هو صاحب اللقب ويحرز لقب هذا التجمع؟ والله أرجع وأقول راح تصير بين البيشمركة وبين غاز الجنوب. بيشمركة وغاز الجنوب. غاز الجنوب. فنيا أيهما أعلى؟ أكيد أنا أقول لك كميل الفريق البيشمركة، لأن عندي ثقة بيهم وفايزين احنا كمعنوية فايزين على غاز الجنوب في التجمع الأول، فأكيد البيشمركة. أريد هسه سؤال شخصي، أمنياتك الخاصة ماذا تتمنى؟ شنو طموحاتك يعني على الصعيد الشخصي حتى شوي نخفف عنك كل أسئلة فنية؟ لا والله أتمنى يعني أوصل للي أرجع وأقول أوصل للي وصله والدي وعمومتي من إنجازات مع المنتخب وإنجازات فردية، وإن شاء الله قادر على هذا الشيء، وإن شاء الله أفكر بالاحتراف يعني في السنوات القادمة، لأن جت عدة عروض في المواسم القديمة ورفضتها، وهذا الشيء كان خطأ من عندي، يعني ما بادرت فأنا أطلع خارج العراق، بقيت متمسك بالدوري العراقي،
وان شاء الله افكر بالاحتراف يعني السنوات القادمه ان شاء الله. طبعا نتمنى لك كل الموفقيه، لازم انت تخطو هاي الخطوه اللي حتى يصعد طبعا مستواك. امنياتنا لك طبعا بالتوفيق والتقدم والتطور، مع خالص الشكر لانضمامك معنا في صدى الرياضه. هل لك كلمه اخيره؟ والله احب اوجه يعني للاتحاد على الدوريات العربية والدوريات الخليجية، أتمنى يكون دوري باحترافية، أتمنى يكون الدوري أكثر تنظيم يعني جيد أكثر، يهتمون بالفئات العمرية الناشئين الشباب من المنتخب الناشئين والمنتخب الشباب، لأن هذا يعني راح يسوي مستقبل كبير للاعبين دول الصغار، ولا يفلش أي لاعب يعني يبدي بداية جيدة وبعدين يوصل للمرحلة يوقف ما يشوفك اهتمام مثلا من الاتحاد أو من المدربين الأندية. فأتمنى يعني يحتضنون هذه الفئات، يحتضنون هذه المواهب للمستقبل للمنتخبات، ويمثلون العراق خير التمثيل إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن حسين، وإن شاء الله أشوفك في أعلى المراتب ومستوى فني عالي. أتمنى لكم جميع الموفقية، لكل الكادر ولقناتكم الجميلة. شكرا للكابتن حسين نمير شامل، لاعب منتخبنا الوطني وقائد فريق البيشمرقة، الذي كان معنا عبر السكايب من أربيل الحديث عن التجمع الثاني لدوري كرة الطائرة الممتاز، فشكرا جزيلا له. إذن هكذا كنا وانتهينا مع انتهاء منافسات اليومين الأولين للتجمع الثاني من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، والذي يعني أسفر عن احتدام المواجهات وكذلك عن مفاجآت مهمة، لا سيما بعدما يعني أفصحت نتائج تلك المباريات عن قدرة بعض الفرق لتكون ضمن دائرة المنافسة. لكن كل هذا لغاية هذه اللحظة، فلا نعلم ما ستخبئه الأيام القليلة المقبلة لهذه المنافسات، التي قد تكون مليئة بالمتغيرات التي ربما تطيح يعني بعرش الفرق القوية وتعيد الفرق التي خسرت مبارياتها الأولى إلى الواجهة. على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بدع، مع السلامة.